يعطيكم العافية. أنا حابب أوضح شغلة كتير مهمة، وهلأ خصوصا هيك يعني المفروض كان اليوم تنزل غنيتي الجديدة على القمر، ومفروض بكرة سافر على بنما لأحياء الحفل أنا وكتار من الفنانين. بدي أعتذر منكم لأنه على الأوضاع اللي عم تصير بغزة وأهالينا بفلسطين والحبيبة وهيك اللي عم تصير، أنا ما رح أطلع على بنما، لغيت رحلتي على بنما لأنه يعني ما رح أكون مرتاح كمطرب إني أطلع على المسرح غني وفي عالم عم يعني في أطفال ضحايا حرب، و يعني صراحة كتير كنت متردد قبل ما أعمل هالفيديو، بس خلص أخذنا القرار إني أنا لغيت طلعت على بنما، أجلت إصدار أغنيتي الجديدة لنشوف لإمتى إن شاء الله يا رب هيك أهالينا بفلسطين يرتاحوا وما حدا يزعل مني، ولا يعني أصحاب المطربين وهيك ما يزعلوا مني لأني أنا لغيت، لأنه هني حرين، كل واحد هو حر بشو بده يعمل. أنا مني وعلي كهادي أسود بلغي حفل بنما، بالنسبة لهادي أسود بلغي حضوري. الله محيي أصلكم، والله يوفقكم، والله يحميكم كأهالينا فلسطين غزة، و إن شاء الله يعم السلام على الجميع. شكرا لكم، و يعني الله يكون معكم.